من دير البلح وسط قطاع غزة، مراسل الحدث أسامة الكحلوت. مساء الخير أسامة. إذا آخر التطورات معك على الأرض، خصوصا ما يحدث في حي الشجاعية، وأيضا هذه المقذوفات التي أطلقت من خان يونس على المناطق المحاذية لقطاع غزة. ما زال الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يقصف كل المنطقة الشرقية لمنطقة حي الشجاعية. الجيش يعتبر أن بينه وبين هذا الحي ثأر، وللمرة الثالثة يتوغل في هذه المنطقة ويقوم بعملية عسكرية إسرائيلية في قلب منطقة حي الشجاعية. هذه المنطقة وهذا الحي الملاصق تماما لمنطقة السياج الفاصل على بعد أقل من كيلو متر. هذا الحي، منطقة حي الشجاعية، من أكبر أحياء قطاع غزة عددا في السكان. نتحدث على أن هذه هي المرة الثالثة التي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة، ويوغل في عملية تدمير المنازل ونصف المربعات السكنية. حتى هذه اللحظة القصف المدفع متواصل، باتت دائرة هذه النيران تتسع في المنطقة الشرقية في منطقة حي الشجاعية. نتحدث على أن دبابات يعني توغلت في منطقة شارع بغداد. هذا الشارع شارع رئيسي في منطقة حي الشجاعية، ومنطقة شارع النزاز، ومنطقة المنصورة والشعف والتفاح. كل هذه الأحياء الشمالية من منطقة حي الشجاعية تتعرض لقصف مدفع متواصل. حتى هذه اللحظة هناك عدد كبير من الإصابات، لم يتمكن أحد من الوصول إليهم في المنطقة الشرقية. الجيش الإسرائيلي في بداية هذه الحرب تعرض لضربات مميتة من المقاومة الفلسطينية في هذه المنطقة، وبالتالي يعتبر أن هذه المنطقة بنية تحتية للمقاومة، ويشن عمليات عسكرية إسرائيلية صعبة هذه المرة، خاصة وأنه أجبر كل سكان هذه المنطقة على النزوح والمغادرة. جزء كبير من السكان لم يستمعوا لهذه التهديدات أو ينصاعوا إليها. الجيش حاصر عدد كبير من السكان في المنطقة الشرقية وأجبرهم عبر شاحنة إسرائيلية كبيرة على النزوح باتجاه منطقة جنوب قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين، مرورا بمنطقة أو حاجز نتسريم المقام على شارع صلاح الدين. حتى هذه اللحظة هناك عدد كبير من الإصابات موجود في هذه المنطقة. بحسب الشهادات التي وثقتها مؤسسات حقوقية أن الدبابات الإسرائيلية سحقت عددا من المسنين خلال عملية النزوح في المنطقة الشرقية لمنطقة حي الشجاعية في المنطقة الشرقية لمدينة غزة. سحقتهم تحت جنازير الدبابات، وعدد آخر أصيبوا وزحفوا باتجاه منطقة مستشفى المعمداني. مستشفى المعمداني هو على مقربة أقل من كيلومتر واحد من منطقة حي الشجاعية، وهذا يسهل عملية الوصول للمصابين إلى هذه المنطقة في منطقة وسط مدينة غزة. حتى هذه اللحظة هناك عملية تدمير كاملة لغالبية المنازل في قلب منطقة حي الشجاعية، بالإضافة لإجبار عدد كبير حتى هذه اللحظة على النزوح باتجاه منطقة الجنوب، بالإضافة إلى أن الدفاع المدني بات يناشد ويوسع دائرة المناشدة للمؤسسات الحقوقية والدولية على يعني إنقاذ حياة عدد كبير من العائلات الموجودة في المنطقة الشرقية لحي الشجاعية، ونقله من المناطق المحاصرة إلى المناطق الآمنة في المنطقة الغربية لمدينة غزة. في منطقة شرق مدينة خان يونس حتى هذه اللحظة القصف المدفع متواصل. هناك كان قصف مدفعي واستهداف لمنازل مدنية في المنطقة الشرقية واستهداف للسيارة. خلال الساعات القليلة الماضية كان هناك أكثر من 3 استهدافات لسيارة مدنية لمنزل، وقصف مدفعي أدى هذا إلى سقوط 3 ضحايا وعدد كبير من الإصابات، ونقلوا إلى مستشفى ناصر في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس. أما في منطقة غرب مدينة رفح وعلى المنطقة الساحلية وعلى منطقة امتداد منطقة المواصي، حتى هذه اللحظة القصف الإسرائيلي متواصل وإطلاق النار باتجاه الخيام والعائلات النازحة متواصل. الجيش الإسرائيلي جرف كل المنطقة الغربية والتي تعتبر سلة غذائية وزراعية، ومن الأراضي التي يعني تتمتع بجودة عالية في الزراعة تم تدميرها بشكل كامل. تم تجريف أكثر من 500 دنم زراعي. الجيش بدأ في المنطقة الشرقية لمدينة رفح، جرف كل الأراضي الزراعية، ثم انتقل لقلب مدينة رفح، جرف ودمر مباني وأراضي والمحال التجارية في عصب مدينة رفح، والآن توغل باتجاه المنطقة الغربية، هي منطقة أيضا زراعية تم تجريفها بالكامل. حتى هذه اللحظة هناك يعني عائلات محاصرة، هناك إصابات في الشوارع في المنطقة الغربية تحديدا في منطقة الشكوش غرب مدينة رفح، لم يتمكن أحد من الوصول إليهم. الحال مشابه لما يدور في منطقة حي الشجاعية، مشابه تماما للمنطقة الغربية لمدينة رفح. شكرا جزيلا لك من دير البلح وسط قطاع غزة، مراسل الحدث أسامة الكحلوت، شكرا لك.